مثلا منسق شيخ ملعينين، كيف الحال؟ حياك الله. ايش حالكم شباب كاملين؟ راي مسلم عليكم كاملين. على عجاله، على عجاله. لا، هي اولا نطلب من جميع الموريتانيين وجميع الاحرار عنهم يساندوا اسره الضحيه اللي تم قتله بدم بارد في مدينه نواديبو، المؤسسة العسكرية في مدينة نواديبو، كان يتلقى فيها التكوين وتم قتله، وتمت محاولة التغطية على هذه الجريمة البشعة، هذه الجريمة النكراء، وعقب ذاك ما قبلوها هذه الضحية ولا قد صح غير بعد النظام ما بخلوا شيء، ولين عاد هم اللي واضح لهم عن ما تري قد صح فهموها. وإلى ذلك هذه الضحية يتظاهروا مطالبين بحقوقهم، يتظاهروا يدوروا يعبروا عن مطالبتهم بدم ولدهم، والسلطات اللي توجهت له لا قمعهم وقمع المتظاهرين ومصادرة حريتهم. الوقفتهم لا يتعود غدا في ساحة الحرية الساعة 10، وطالبين من الأحرار كاملين عنهم يآزروهم ويساندوهم ويوقفوا معاهم، كيما أننا مطالبين دائما بمساندة ومؤازرة المظلومين المضطهدين والفقراء والمهمشين، وذي الناس اللي تتظاهر من مجيت نظام للغزواني، وكانت تتظاهر سابق ذاك على مطالب أخرى، ومن ساعة جاء نظام للغزواني كانت الهلويل والجوع والفقر، وعادت تكتر في ديارها، وعادت حد منهم اللي مشى يتكون ينكتر في التكوين به اللي يكونوا شمن الناس قاع اللي ما هي صالحة للتكوين ولا هي سليمة من الناحية العقلية، وهي مطروسة سيبة في أولاد ردمية تبطهم وقاضى لهم الدبابيس. هذا لا من ذي الفوضى اللي جات مع 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 نظام الشيخ القزواني. والنقطه اللي لا نوضحها بشكل في عجاله، بلغني واتصل بي رئيس اللجنه الاعلاميه لحركه كفانا، ووضح لي قدر من التوضيحات حول عن هم بعض من الشائعات بشكل شخصي تقول عن الموقف اللي قبضنا في اطار الانتخابات الماضيه عنه على علاقه ما بـ 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 بالنظام القائم، وعن هذه العمليه عنها يلا على الاقل تشتد فيها الاخبار. نختار نقول وناكد للموريتاني كاملين عن حركه كفانا، من الساعه الخلقت من جانفي 2014 هي في المطالبة بدولة العدل ودولة القانون ودولة المساواة، المطالبة بالعيش الكريم للشعب الموريتاني، المطالبة في التقسيم العادل للثروة الوطنية. وعن هذه المطالب ضحات من أجلها ودخلوا مناضليها ومناضلاتها المعتقلات على سببها، وظاهر لي عن ما فات طرش هذا النضال اللي كان ضد نظام عبد العزيز إلين مشى وفات عشريته، هو نفس الموقف ونفس الخط ونفس التوجه اللي قبضنا ضد نظامه للغزواني، اللي هي العشرية الثانية من نفس المنظومة اللي كانت حاكمتنا. بين اللي قلنا عن ما فرق، ما لا يوجد فرق بين نظام محمد عبد العزيز ونظامه للغزواني، وعن واللي الغزواني عنه اللي داروا في الحكم واللي مكنوا من رقاب الشعب الموريتاني واللي جعلوا اليوم رئيس الموريتاني هو محمد عبد العزيز. هذا قلنا هذيك الساعة لين خاضوا النتائج، وقلنا عنا رافضين ذيك النتائج، وقلنا عنها مزورة، وقلنا عنها ما تمثل الحقيقة الجوهرية ولا تمثل إرادة الشعب الموريتاني. وهو اللي كان عندنا وبقينا هون في الساحة وحدنا وحلفائنا والناس اللي كنا معاها في منتدى الديمقراطية والوحدة كيف تعرفوا، واحزاب المعارضه اللي كانت معانا في الميدان تمقطرت واحد تالب الاخر قايس والغزواني، وبين عن ذاك وعيطنا وقال لنا عنا شنو ندور، وقلنا عنا ندور موريتان، وقلنا عنا ندور العداله، ندور دوله القانون، ندور دوله المساواه، ندور التشغيل للشباب، ندور عن موريتان يرتفع عنها الظلم، يرتفع عنها ويوقف اذا من اذا من اذا من إذا من ذا اللي مبارك معاه للفقراء، وعنا يخلى الشعب الموريتاني يتعايش سلميا ويحضر في ذروته
ولا تعود محتكرة على شي من الجنرالات اللي ما فيهم حد قتل ينقرس، ولا تعود محتكرة على علياته، ولا تعود محتكرة على واحدين اخرين يركصوا المرجعهم، ولا تعود دولة موريتاني كاملها ذروتها الوطنية كاملها بذهبها ونحاسها وحوتها ونفطها وغازها وذرواتها الطبيعية كاملها، عن إذا يعود متقاسمته 20 أسرة واستقراطية حاكمة موريتاني من الاستقلال جاي، وعاد زايد ضرك في المرحلة التالية بوحدين عندهم ورد وواحدين عاقبين لهم لا يعرفوا لا المرجع يرقصوا فيه، وواحدين يلحقوا وجماعة أخرى من المخنثين تقزن لهم. هذا قلنا عنه وهو اللي واحد في هذه الأنظمة، وعنه ما يبني الدولة، وعنه يا الله يوقف. هذا قلناه وعينينا ما وقفيتنا وعبرنا عنه ووقفنا في الميادين، وكانت الحركة كفانا في الميدان طيلة من ساعة اللي بدأ حكم نظام الغزواني إلى اليوم. اللي طرى لها شنهو؟ اللي وسانا نتراجع على مواقفنا شنهو؟ اللي من درايا كان الفساد وقف، من درايا كان التعليم اصلح، من درايا كان الأمن استتب، من درايا كان الصحة عاد موفرة، من درايا كان المواطن الموريتاني عاد يحصل على قوت يوم. نحن خلينا وذرينا ونزادوا علينا الأسعار زيادة، الأسعار مضاعفة لحقت قريب من 400% غير مبررة، وزيادة للمحروقات غير مبررة في الوقت اللي أسعار النفط العالمية تعرفوا اليوم منين لاحقة، وانزادت مرة أخرى وراعي لا يتنزاد مع نهاية نوفمبر. اكسروا وذنيكم أدكس ماشية وكفطت وقالت عن موريتاني ذا اللي تقبض من الرشوة ومن الخزو ومن الويل، وذا اللي قابضين لهم من الأمراد عنها ما هي دولة قانون، وعنها الاستثمار فيها كارثة، وعنها ما تقدر تتماشي في هذه القضية اللي ذيها، وكانت خالطتكم مع السوق السنغالية. إذن ذا اللي طرا يغير موقف حركة كفانا شنو؟ لا هذا لا ينقولوا لذوك اللي متروقين وراء 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 كونتات مستعارين، ولا نقولوا لذوك اللي في الإدارات باسمي الشخصي وباسم الحركة عنا جالسين الانتخابات بقاوها والله كرهوها، ولا نوقف عند الانتخابات. انتخابات فارضة الدولة الموريتانية عنها ما تعدل يكون عن طريق الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية مجيت نظام مولى الغزواني باقي منهم 25 حزب وعادت كاملة في الموالات، في الموالات ما هي الأغلبية، الموالات وكسروا وذنيكم. موالات لاش؟ موالات للصفقات، موالات الولي الغزواني، موالات الحكومته، موالات المشاريع، موالات الكذبهم، موالات الصفقات التراضي، موالات للرشوة، موالات القتل المواطن الموريتاني بالمواد الغذائية المزورة، موالات لانتهاك كرامة المواطن، موالات القمع، موالات الإذلال، موالات التجويع، موالات التركيع. هذا هو اللي متبارك مع هذه الموالات بمعارضة اللي جاية من المعارضة أصلا، وبموالاتها اللي ما قط حركت عن الموالات وتسبح بحمدها وتقدس. نحن خلقنا عليه تراب أحرار ولا ينتموا أحرار، والدينا والدين ذوك دافعوا عن الكرامة الإنسانية ودافعوا عن الكرامة الوطنية ودافعوا عن ذي التراب، ومازلنا ولا عندنا وطني قد يحمينا ولا ننتماو ليكون موريتاني. اللي جعلنا اليوم لا نرجعوا للصفوف الورانية، نعودوا مع المخلفين ونعودوا مع المنافقين والأفاكين والكذابين والمفسدين، شنو هو اللي طر نظام الغزواني يخلي الحركة كفانا يتراجعوا عن مواقفهم؟ شنو من درايا كانوا تراجع عن تدوير الفساد، من درايا كانوا تراجع عن الرشوة، من درايا كانوا تراجع عن صفقات التراضي، من درايا كانوا تراجع عن 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 البطالة وعن تفقير الشعب الموريتاني؟ من درايا اللي رأينا في زمن وما وزيادة الأسعار وعدم الأمن والفقر والجهل وتراجع التعليم وتراجع الصحة وتذيل موريتاني لكل القوائم، حنا كنا واقفين ضده، مازلنا واقفين ضده يا الخلطة، وحد لا يوقف علينا ذا والله لا يكسر قد حالنا عنا مشاركين في الانتخابات. أرانا مشاركين في الانتخابات يا غير كاردين، عندنا كاردين مواقفنا وكاردين مبادئنا ومتمسكين بهم ومتمسكين بنضالنا
ومتمسكين بتضحياتنا ضد عن الشعب الموريتاني، ولأن خايفين ما خلعون السجون، ولا خلعنا تلندي، ولا خلعنا الفقر، ولا خلعتنا المتابعات، ولا خلعنا الترهيب، ولا خلعتنا العروض اللي وسع نظرك إلين عادت ذي المرحلة، عادت ذيك إياها حمارها وقف العكلة اللي وسعنا احنا نتراجع شنو؟ والله تاهمين عنا ما نرقلوا، والله خايفين، والله طامعين. هذا يا الله مد تفهموا، تفهم عن حركة كيفانا متمسكة مواقفه، وعن هذا اللي عدت عن الدولة الموريتانية نظام للغزواني ووزير الداخلية والحويرذي، هم اللي مخالفين الدستور الموريتاني ومخالفين القوانين، رئيس الجمهورية مخالف للقانون، وزير الداخلية مخالف للقانون ومعطل للدستور، وعطل الدستور الموريتاني وما بيشرع الأحزاب السياسية. منين باو تشريع الأحزاب السياسية؟ باو مالية فتحوا الفرص للمشاركة الحرة بهم اللي خايفين ويعرفوا عنهم، اللي واقفين عليه كامل كذب. إذا شنو الخيارات اللي متاحة قدامنا؟ عدلنا لجنة في إطار حركة كفانا ولقات الأحزاب، معظم الأحزاب لقاتوا باستثناء الأحزاب اللي نحن هما ما نتقاسموا شيء. الأحزاب الآخرين كاملين ذيك مؤلفة قلوبهم ذوك النطيحة ذوك كاملين جيناهم كاملين. وجاتهم هذه اللجنة وعدت تقريرها، واحدين منهم خايفين من الدولة، وعدنا لابد أن نلودوا الخيارات. إذا أنت نلودوا الخيارات مولي درنا عليه شروط عن عدوا إلا ما ينافقوا، وهلا ما عندهم موقف من النفاق مسجل، ولا هم ضالعين في عملية فساد ضد الشعب الموريتاني، ولا هم واردين أسماءهم في تقارير مع الجهات الرقابية المختصة وجهات التفتيش. وعدلنا اتفاق في إطار ائتلاف راضين عن الأرواقيج اللي فيه، راضين عن دينهم وعن مروءتهم وعن أخلاقهم وعن نقدوا نتافقوا يا قير مرعين لقلوبتنا، وعندنا مواقفنا، ولا نركعوا ولا نركعوا ما ولا الله سبحانه وتعالى. وعدنا اتفاق واضح عن هذا الائتلاف لا ينطرحوا من خلاله لوائحنا من خلاله لهذا الحزب اللي هو حزب الاتحاد مجلس التخطيط للبناء. شو اخر ما وقالجنا والأغلبية حقر لهم ندبش ما فيش اللي يقولوا له هم الموالاة والمعارضة طمش طح، ولا قط حطينا قرعة مرقاية للنظام ما حطيناها للمعارضة بها اللي سبب ذا اللي فيه موريتاني حالا سبب المعارضة. الأنظمة متحكمة قاع وعندها السلطة ومتحكمة في مفاصل السلطة والثروة وكاردة بالجيش وعاتنا على الشعب الموريتاني مجهلته ومفقرته، ومنين تجي الانتخابات تقبض مال الشعب الموريتاني وتقسمها عليه، ولا يمخلي عن عودهم رأي عام، ولا يمخلي عودهم حرية للانتخاب ولا حرية للرأي. وقلنا عن ذا كامل اللي خلق عنه مزور، وقلنا عن الانتخابات ما نراضين عن الظروف اللي تخلق فيها، وحد شاف صيني والطريقة اللي عدلوها بها، وحد شاف ذاك التشاور اللي عدلوا مع ذيك 24 حزب 25 حزب أذن ثلاث منها كرتونية ما يخالق شمل الوهم، معدة وزارة الداخلية ومخابرات وزارة الداخلية، يسوى ذاك اللي منها موالي يسوى ذاك اللي منها معارض، هذا كامل كله مخزون من جهة ومقيد. قولونا نحن منين لا نصدوا؟ يقير حد زين عنده راسه وزين عنده تخمام وخايف عليه الحركة كفانا من يشاركوا الانتخابات يعطيهم حزب مرخص، ولأنهم مسؤولين وجايبوا من منين؟ يقير جيبونا اللعبة قواعدها ذهي والعملية ذهي وحدودها ذهي والمشاركة ظاهر لي عنها واضحة والإمكانيات قعدنا للشعب الموريتاني وعدناه مؤتمر صحفي وقلنا عنه ما عندنا الإمكانيات، وقلنا عن الناس خسروا الانتخابات وعاد تعدل بالفضة وعاد الناس ترتش وعادوا ينشروا من عنده كردان ديتاتها ومفقرة وجيعانة وعاد تختيرها 5010 عن تصوت لإرادتها سلبت إرادتها، وهذا معدل هذه الأنظمة اللي متعاقبة على السلطة. نحن صمنا لا نصدوا نكتفوا أيدينا ونقولوا لا نحن العملية ما لنا فيها، وتم انتم الصفق وقولوا هذا هو الديمقراطية هم هنا معدلينها. نحن التغيير ما يقدون عدلوه ما ولينا نوصل لما نصنع القرار،
أماكن صنع القرار وموريتاني ما يتصلموا بالدبابات والانقلابات. نحن ذوك ما لنا لهم ولا لنا من دعاتهم ولا لنا معدلينهم. والله مولي شوية الديمقراطية الزهيد هذه النسخة الرديئة من ذلك قالوا الديمقراطية اللي ما زالوا مقتنعين بها يقسموها هون تشارك مدة معاهم فيها وتقرد يا أصوات هذا الأول خالي. وين هي آلية أخرى تقدوا نوصلوا من خلالها للأماكن صنع القرار؟ هذا محكم فيه وكاردين القبائل وكاردين جنرالات الكراط الشراويط هذو اللي منين توفى فترة واحد يزيدوه بأربع سنين وخمسة وكالوا عمانهم وكالوا أعمارهم الآخرين الافتراضي وكالوا ذا كامل ومعاهم جماعة من التجار عندها شي من المصالح تجيبه وشي من البضائع ولا بد لها من تعود عندها قرعة في البرلمان. هذا هو حقيقة موريتانيا والأحزاب ما يخالق ولا هون حزب مؤسسات ولا هون حزب موريتاني حقيقي. والأحزاب في موريتانيا عبارة عن أربع عينات: حزب للسلطة فيه موظفين موريتاني كاملين وفيه رجال الأعمال وفيه أهل موريتاني الناس اللي عندها علاقة بالسلطة كاملها الحكومة والمستشارين والمدراء وموظفين الدولة كاملة في ذاك الحزب. وحزب أحزابهم أحزاب إيديولوجية جايهم عن حد يعود عنده معاهم نفس التوجه الإيديولوجي ويمثلهم في موريتانيا ثلاث أحزاب. أحزاب شخصيات كاريزمية مربوطة بحزب فلان وحزب فلان وذوك تعرفوهم ولا عين في ندير عليهم الصبع. والله أحزاب موسمية هي أحزاب الكراطين وهي الأغلبية. هذه أحزاب الكراطين اللي تشكل أغلبية من ذو أحزاب الفيافي وأحزاب الوهم هي المكينة الفارض وللغزواني وفارض وزير داخليته وفارضين بقوانينهم عنها هي ومتوافقين مع الناس اللي قطوا رخصوا لهم في وزارات داخليتهم الماضية. هو ذا هي ذي ذريتهم بعضها من بعضهم قالوا عن هذه المكينة هي اللي تعدل بها الانتخابات. هذه المكينة لو ودنا احنا لبستوهات وركبناها وقلنا عنها لين عدلوا بها العملية هذه اللي عاد حرام لو دون الفقيه يفتينا فيه قلنا عن مشاركتنا في الانتخابات عنها حرام شرعا. إلى عات منكر إن قال إن عنها منكر. إلى عات ماي من قواعد السياسة إن قال إن عنها ماي من قواعد السياسة. إلى عات ما تصح والله فيها تراجع عن مواقفنا ومبادئنا أرانا متوادعين معها يقير وضحونا ذا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقلنا عنا لين عدلوا برنامج وطني واضح ونقدمه للشعب الموريتاني وطالبين الشعب الموريتاني عنه يوقف معنا ويساندنا وعنه يدعمنا. ومازلنا لا نطلب الشعب ولا نعود نحن الحركة الوحيدة اللي مشاركة في الانتخابات وتطلب التبرعات في الشوارع. إياك تمول حملة تبيع للحملات لابد لها من إمكانيات مادية إحنا ما هم عندنا. هذا قلناه ولا نستحاو منه ومازلنا لا نقوله ومشكلين له لجان ضرك اللي تبدأ عملها في الأسبوع القادم. وقايسين الشعب الموريتاني يا غير ما نقدوا نعدلوا تغيير حقيقي ولا نقدوا نتموا واقفين في الميادين وقابضين لنا بوليس دبابيس ولا نقدوا نغيروا من واقع الشعب الموريتاني ولا نقدوا ندخلوا له ربينه ولا نقدوا نجيبوا له مدرسه ولا نقدوا نحلوا مشاكل التعليم ولا نقدوا نحلوا مشاكل الصحه ولا نقدوا نحلوا المشاكل الاقتصاديه ولا نقدوا نوقفوا ضد هذا نزيف الفساد اللي عاد لا يدمر موريتانيا كاملها. هذا ما يصح. لا بد ان نعرض مشروعنا على الشعب الموريتاني ولا عنده اليه قد يعدل بها ما هو حزب سياسي. يسوى صاص مين؟ يسوى مخيخ؟ يسوى ناقض؟ معناه عن ذلك الأحزاب أحزاب متفاوتة فيها شي سمين وفيها شي مدسم وفيها شي ناقض حتى وفيها شي قاعد لا يسند باقي في الدار. هذه هي الآليات اللي موجودة عند الموريتاني وخاسرة. احنا ما قط قلنا عنها زينه ولا قط قلنا عنها صالحه، قلنا عن الور اللي متبارك مع هذه الانظمه الجدر عنه خاص. يا قير العياض الى جمشو الكدي الهرب علي. هذه هي الوضعيه. عرفت كيف انا متمسكه بنضالها، متمسكه بتاعها قايلوا لذوك المتروقين وقايلوا لذوك اللي مشككين وقايلوا لذوك اللي مستفرقين وكافتين اركابهم في جروبات واتساب وقايلوا لذوك اللي يرسلوهم وذوك اللي ينهموهم. عرفوا عنا نحن
أجملنا نشرب الخمر نهارا جهارا من نقولوا عن نظام للغزواني قد يعود شي قاع سوى شنو والله عدل شي والله بإنجازه نظام قابض 7000 مليار من لقية ما بتنات بها مدرسة ما وعدل بها نظام صحي ما انزادوا بها المعلمين ولا الأساتذة ولا وعدل بها شيء ولا وعدل مشروع واحد نظام من الوهم والكذب والنفاق والتملق والتصفاق هذا اللي لا يوقفنا نحن معاه شنو لا نواجهه عندنا الإرادة وعندنا الإمكانيات المتاحة وعندنا خطابنا اللي لا نتوجه به للشعب الموريتاني وللشباب الموريتاني ومعولين عليهم كاملين هذا هو موقفنا وهذه هو اللي ناضلوا من أجله وعرفوا على الموريتاني للشباب اللي موجه له الرسالة اليوم واللي شكل الأغلبية شباب موريتاني اليوم دافع كامل اللي باع دياره نحن عندنا موجة جديدة من الشيخ الرضا اللي باع دياره واللي باع بقره واللي طلب أهاليه في الخارج يجمعوا له 2.3 مليون وذوكو دافع من أوروبا جاي سامري شباب مهاجر كامل عاطي راسه الأخلة خلصوا دي المرحلة الماضية كم وصل من الموريتانيين لأمريكا وكم من الموريتانيين من الشباب في إفريقيا وكم من الشباب ذوكو في أوروبا وكم من الشباب عاطي راسه الأخلة به ذي أنظمة الفضائح به نظام للطايع ونظام لعبد العزيز ونظام للغزواني وبه ذو الجنرالات وبه ذو الوزراء وبه ذو الحكومة هذا لا بد أن نوقفه قدامه التهبيط والتشويش وديران الأصباع في الأمور ما هو اللي لا يحل مشكلة التنمية موريتاني والقبلية والجهوية وذيك الولاءات الضيقة ما هي اللي حالة مشاكل موريتاني خرصوا الناس اللي في الأحباس مظلومة كاملها إذن هذا هو الواقع منين يتم الصاع كاردين بوذنيكم هذا الرجال وهذا العليات وينهبوا ثروة موريتانيا يشتروا بها الديار في الخارج في أمريكا وفي أوروبا وفي كندا أعرفوا عنكم موريتانيا اللي عندكم الوطن الوحيد اللي عندكم ما تيتوا داركين منه شيء ولا عندكم خيار يكون تواجهوا ذا الوضع الثورة ما تقدر تصح بين اللي نحن وحدتنا الوطنية ما تسمح بذلك وشعب ضعيف وفقير وجاهل والثورة ما تقدر تصح فيه وإلى آخر قد فيه لا يتعود فوضى ولا تأتي توفق إذن ما هو خيار يكون عنا نحاول نتكاتفوا الجهود ونحاول عنا نكثفوا من العمل الميداني ومن الفعل في إطار التوعية ما هو خيار قد تأخذ به موريتانيا هذه المرحلة يكون التوعية يكون التحسيس يكون النزول للميدان يكون تحسيس الشعب الموريتاني بخطورة العصابة اللي مسيطرة على السلطة مفاصل الثروة فأجهزتها كاملة القضاء خاسر والعدالة والاقتصاد خاسر والتعليم خاسر والتوجيه الإسلامي يفسد من ذاك والأخلاق فسدوا وإذا كامل فاسد وخسروا ذو الناس ولا تلهون شيء متت خطوط حمراء خالقة شيء يسوى شنو هو مدى فسدت أخلاقنا وفسدت تعليمنا وفسدت صحتنا وفسدت أمننا وفسدت مستقبلنا وفسدت وطننا ذا اللي ندور منها شنو وذا اللي لا ينساندوه عليه شنو وذا اللي لا ينوقفوا معاه شنو يسوى موالاة ويسوى معارضة ويسوى أغلبية المعارضة أخطر من 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 مفهومها اللي ساكن في أذهان الناس من الموالاة خرصوا ذا اللي جاي كامل من المعارضة اللي وصل منها للنظام شعدة خرصوا ذا اللي اليوم وزراء مع هذا النظام اللي ذهواها خرصوا ذا اللي متباركين معاه ما هو تضليل الشعب الموريتاني ولا هو الكذب عليه وجايين لا من متباركين كانوا مع شرائك موريتاني يفلسوها في الأنظمة المتعاقبة هذه حقيقة لا بد نعود واقعيين فيها إذا نأكد عن موقفنا هو نفس الموقف وعنا ساكنين عليه وعنا ثابتين وعنا نضالنا مستمر وعنا مواقفنا الوطنية كاردينا بيدينا وعنا ما راكبنا حد بشي وعنا ذي العملية لا ينخضوها من خلال ائتلاف دولة العدل ائتلاف دولة العدل ممكن لا ينقدموه كنموذج الشعب الموريتاني اقتنع به مرحبا وسهلا يجيه ذاك اللي قد يجيه من الناس اللي كانت موالاة صالحة ما يصراك ولا هي مفسدة ولا هي متهمة بفساد ولا قط تملقت ولا قط نافقت ولا قط باعت الشعب الموريتاني ويجيه من المعارضة الراديكالية اللي كانت ذاك اللي منه معارضة وطنية وذاك اللي منه ما قط تآمر على الشعب وذاك اللي منه ما قط عدل تخندريس تحت الطاولة مع الأنظمة
وذاك اللي منه ما ترسلوا وزارة الداخلية، هذا لا ينكتبوه لا ينقدموه كرأي وكتصور للشعب الموريتاني في إطار تلاف دولة العدل. ممكن راوصل تلاف دولة العدل إلى عاد فاقع ولي القزواني يمجر، إلى عاد فاقع رئيس الحكومة يطرطق، إلى عاد فاقع المعارضة ومشي صنعته عنه خالق وعنده الشباب لا يشاركوا في الانتخابات يلودوا لحد يداويهم. المقاري موجود وهلوفا موجدة ويسكنوا عندهم، هذا نحن ما عندنا فيه شيء. أعرفوا عن الطريق احنا كردناها بوعي وماشيين فيها بوضوح رؤية وبوضوح تصور، ولا نقدموا مشروع وطني. حد لا يوقف قدامنا، يوقف قدامنا بمشروع آخر أشبه من ذا اللي متباركين نحن معاه. أما الاتهامات هذا وشوي من القريسات عندهم شوي من كونتات يكتبوا عليه، احنا ذا ما هو مهم عندنا ولا نوحلو فيه ولا يخسر مشيتنا ولا قاع ولا يخممنا. وتوف يا غير بعد منين تجبروا علينا تخندريسة طالبينكم عنكم تكشفوها حالا، ومنين تجبرونا الناف وقولوها، ومنين تجبرونا معدلين رواية تحت الطاولة ما على الطريق انتروها وجيبوها، وطالبينكم لا تسترون بشي يا قال لا شريتوه. احنا ما عندنا اللي نقوله، هو اللي نباتوا راقدين عليه، هو اللي نقوله القدام نقوله اللورة، وهو حقيقتنا والأنظمة ما يطارف عنا عين. وذا اللي مبارك معاه هون من التعيينات ومن التخندريس وفات بدد، وذا اللي متبارك معاه الدولة لا يتزور به الانتخابات. نحن واضحنا، وذي التشكيلة اللي عدلت في اللجنة المستقلة للانتخابات نحن ما وفايت علينا، وذاك اللي متبارك معاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذاك اللي فات القعليه قوم قوم هذا للشؤون الاجتماعية المجلس الاجتماعي هذا إدارة الإحصاء، وذاك اللي متباركين يقبضوا من لوائح أهل تآزر لا يقبضوهم بأسمائهم أرقام كاردانديتاتهم، ذاك اللي متبارك معاه، ذوك اللي متبارك معاه، ذاك اللي متبارك معاه، نحن نعرفه كامل يا قير ما فايتنا شيء. وخالق لا نقولوا لذاك الرقاش اللي متبارك معاه، ذاك الوزير لا نقولوا له عن خالقه 500 مليون قطع عطات المؤسسة العسكرية عن عندنا أخبارها، ولا نقولوا له عن خالقين وتات قطعوا شراوا من أمريكا عن عندنا أخبارهم زمن ويدير مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولا نقولوا له عن ملفاته عندنا يا قير يدوروا يشوفوا في الوقت المناسب، ولا أبقى الصيت آمر ولا أبقوا يجمعوا ذو كاملين ويلودوا لهم الأشبه وثلاث نواكشوط ويقعدوهم فيه. يا قير نحن أصواتنا ندورهم قردوهم، ولا طاح الماء سندوا ذراعويا وركنا نقول لكم هو اللي لا يطبوا عليه، هو اللي مازلنا مرحبين بالشعب الموريتاني وبالشباب الموريتاني عنه يمشي معنا في ذا الخيار. يا قير خيار واضح وواخذ للشمس، ولا فيه تخندريس ولا فيه النفاق ولا فيه الكذب ولا فيه المؤامرات، وهذا هو اللي لا نقولكم شاكرينكم. واتفاقنا مولي سابق نختم، حد متافقنا ريتوا له تخندريسه جيبوها لنا، رانا لكم بعد منين ما نوقفوا معاكم ونقولوا عنها تخندريسه مولي شوفوها علينا. اللي متافقين معاه واثقين فيه ونعرفوا عنه واقف على الشيء، نعرفوا عنه المتبارك معاه الحق، وذوك اللي في الداخل اللي واقف عليه واقف على الحقيقه، وذاك اللي منهم في الخارج تعرفوا الدور اللي عدل وتعرفوا الوقت اللي عاطي من جهده. معناه عنا اشبه لكم تخلوكم من ذيك الامراض وتخلوكم من ذوك المتاهات، نحن لكم بالمرصاد ولا لنا عانين عن شيء ولا لنا رادين عنه، والخوف ما لنا خايفين والطمع ما لنا طامعين، وحد عنده شوايل قدامنا يسوقهم وحد يبقى يقعر قدنا من السماء يعدلها، هذا هو اللي لا نقول لكم هون. وقريض والميدان هو الفيصل بيناتنا والانتخابات اللي اعطاها ذراعه شيوخه، وما عندكم لا تزوروا ذا اللي قرعتنا احنا منها ما تشنكروا منها درس، هذا هو اللي لا نقول لكم. ويلا الشعب الموريتاني يوقف معانا في ذا، ويلا الشباب يساندنا وفاصلين فيه ومادين له يد العون، هذا هو اللي هو الموقف اللي عند حركة كفانا، وهو الموقف اللي عند ائتلاف دولة العدل بيه اللي جزء من ذا الائتلاف، ولا هم كسحنا ولا هم دق حالنا اختيركم تفهموا مولي، ولين يطرى لنا موقف والله نشقروا عليه شيء، والله نشوفوا عليه روايه ما على الطريق، لا نرجعوا للشعب الموريتاني والراي العام ونقولوها له، اما كاع النظام واللي الغزواني وحكومته وتفاقوا وحزيب عدم الانصاف وحزيبات الفيا في هذا الكرتون، هذا نحن لكن واطين عليهم ومزلنا، ما بغى تطرشي. هذا نختيركم بعد الليله تباتوا عليه ومازال جايكم شوخر مولي قريض، والسلام عليكم ورحمه الله.